مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجنا الدائم. ضيفنا لهذه الحلقات ولهذه السلسلة المباركة آية الله السيد أكبر معرجاني. مرحبا بك مولانا. حياك الله، اسلم سلمت البلاء من كل حرف أوله. رعاك الله مولانا. في البداية أود أن أستوضح منك أمر مهم. تفضل يا ابني ولا تحرج، اجعلني كما قال الشهيد البلهاجي، اجعلني كأني منك فيك إلى تمني، فلا تنظر فهاتي ولا تغني. ما أجمل صوتك. يا ليل. الله الله، شكرك. مش أنت الوحيد، كثير أنت بالذات المعجبات يجيبنا الصوت. أنت فضيلتك، لو قتل عليك شخص عزيز، أعوذ بالله، في مكان ما، هذه البقعة التي قتل فيها كيف يكون وقعها على قلبك؟ سأكرهها إلى العمر. لأن قتل فيها عزيز، لأنه قتل ابني أو أخي، فهذا سؤال يعني ما يحتاج هذا بالعقل. يعني هذه المنطقة التي قتل فيها عزيز علي ستكون يعني أخس وألعن، وما أعتقد أنني سأتلفظ بجميع الألفاظ في هذه المنطقة، ولن أحبها ما حييت، لا أنا ولا أبنائي. وإنما أقول هذه المنطقة التي أكرهها قد يحبها من قام بالفعلة الشينائي. سبلها جنت من هجن فناء، يشعر بالانتصار كلما مر من هذه المنطقة. نعم. الذي قام بالفعلة. نعم، وقد يعمل فيها احتفالات وما إلى ذلك. الحمد لله أننا لسنا من هذا، الحمد لله أنا لم يمت علي عزيز ولم أقتل، وإنما إجابة لسؤالك. تفضل. من هذا المدخل كربلاء، ماذا تعني لك؟ لماذا تصفقون؟ لماذا تفرحون؟ سألتني في نيني العين. هذه كربلاء لا دخل لها بالسؤال الذي تناقشنا منه في الفائت. لماذا تجتمعون، تولولون، تفرحون، تصفقون في مكان تقول أنه مات عزيز عليك؟ لماذا الفرح؟ لماذا الاجتماع؟ الأسئلة الكيدية أنا أتمنى أن لا تكون تدقها خواشة ومن هذا المزناوات. أنا لست حق اسأل، كنت ستقول لي من البداية أنها على كربلاء وعلى العموم. ندخل في الكربلاء. كربلوني في تهيالي وتكربل شلام. التماتيك، يا سلام، هذه ضربة التماتيك، حاول انك تخليها محبب. يا سلام، خلاص يا اخي خلاص. ما معنى كربلاء؟ كربلاء الكاف، كيف انت؟ الراء، رعاك الله، الله يسلمك. والباء، بحجر الله. واللام، لا والله. والألف، ألف أنا ألف بحب الزين والمعنى أنا. والكر بمعنى الكر، الجر، السرعة، السرعة، كر بلاء، والبلاء بمعنى المصيبة التي حلت علينا. والكر، أحسنت. ما هذا؟ رصاص. يا ابني اضرب محبب. لا 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 لا، هكذا لا، هذه ستخسر الضربات حقك على الفاضي، ولكن الطم فوق على سيارة صوب. تفضل يا أخي. لم تجبني إلى الآن.
لماذا تقدسون هذا المكان وتزورون وتفرحون؟ أتعلم ما معنى كر؟ كر أي كما جاء في كتبنا الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه عن هذا الكر والفر، جاءت من الكر والفر كما قال سيدي كر وفر يا أبو صالح، لا تسولف معالي بني، لا تسولف معالي بني، منها محبة قلبي ذكرها هات وتحية، ذكرها محبة وتحية. كلمات سيدي عبد الجبار محمد حسيني البهائي الحاني حفظك الله، وكلماتي برضو أشعة تفعل. السؤال الأبرز، هل كربلاء حصرية محصورة بمكان واحد؟ أتعرف الحجر هذا؟ لا يجوز الصلاة إلا به. حق كربلاء، اللهم اغفر لي الصلاة التي لم أصليها بهذا الحجر. مطلع فوق لا تصلي. أنت كنت تصلي بدون الحجر؟ لا تحسب أي صلاة؟ لا تحسب، تحسب عليك ذنوب ومعاصي. أنا لا أملك حجر. كأنك من أين أحصل على من كربلاء؟ إذا زرت كربلاء أحسن. ستسألني وقد يتساءل البعض من لنا هذه الأحجار؟ نستوردها من الصين، صنعت خصيصا للكربلاء ثم توزع مجانا. مجانا أقصد أنها من الصين، أقصد أنها من الصين ولكنها من كربلاء. لا أملك حجرة. الله يعينك، من صلى بدون حجر فكان ما جاء في الاستبصار. فوق فوق يا الله يا الله. لم تجب على السؤال الثاني وهو الكربلائيات. لا، السؤال الأهم، هل هو محصور هذا المكان أم له فروع متعددة؟ لا، هو محصور لأنه لا، هل هي تجارة؟ هذا محصور في كربلاء لما تعلم. مكان واحد، مكان واحد مقدس ولا يجوز أن. طيب، نحن نرى مثلا في دول أخرى، مثلا اليمن لهم صومعة وزيارات سيدهم حسين. ها، يعني تقول أنها فرع هذا باليمن بالذات؟ لا غبار على هذا الشيء، لأنه كما جاء في كتبنا في التهذيب ومن لا يحضر الفقيه ومن حضر الفقيه فعليه ما قد قيل. أما هذا فإنها تأتي من باب اليمن، فرع جديد. نعم، فرع جديد. فتحنا فرع جديد والحمد لله بإذنكم بإشرافكم. نعم، بإشراف الله كما جاء في كتبنا عن السيد أنه قال كربلوها كربلوها أرضنا ذات الجمال، كربلوها كربلوها أرضنا ذات الجمال، كربلوها واسرقوها وافعلوا فيها الخيال، كربلوها لا تهموا كربلوا تلك وبعضهم قال طربلوها. وهذا جائز، أي كاوشوها بمعنى. يا سلام، أنت مشروع عالم ناجح إن شاء الله. بعد هذا البرنامج سأستقل. نعم، فهذا الذي حدث في اليمن إنما كان فتحنا فرح جديد والحمد لله، وفيه نفس الشعائر، إقبال الحمد لله، نفس كل شيء إن شاء كل الله الطقوس. نعم، كل شيء في مزايا، وحتى الاسم الحسين نفسه، حسين بدر الدين، حسين بدر الدين، وهذا نفس الحسين إن شاء الله. وحتى شوف هناك النجف الأشرف، والآن فتحنا في اليمن الجرافة الأشرف، وهبرها البرها، والتحرير الأمرم، كلها فروع تابع فروع. نعم نعم، طبعا عملنا تخفيضات. في أي فرع بالضبط؟ في فرع اليمن، في تخفيضات وهدايا وتحف وما إلى ذلك. إذا دخلت زيارة الحسين تحصل على 3 قراطيس شماء مجانا، واحد أبيض واثنين أسود.
وهذا ليس لا يوجد إلا في هذا البلد. الحمد لله في اليمن بالذات زورونا تجدوا ما يسركم. يقال أنه تم تدميره في الفترة الأخيرة. حتى لو دمر يظل البركة والقداسة. يظل نعم الكانوت موجود فيه. لأن هذا ما يسمى يا 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 حسين بدر الدين يا 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 الله خلينا من هذا المضرب يا أخي مش هكذا لا تكون تضرب إلا محبب لا إله إلا الله كربلوها كربلوها كارت السؤال لماذا تقدم الهدايا والأشياء العينية والأموال تخرج رأس السنة من القبر من كربلاء أطنان من الذهب من الأموال من يأتون من أقاصي الدنيا لمن تجمعها وكيف تصرف لمن يستفيد أتعلم أنني حاولت مرارا وتكرارا أن أمسك هذه الوظيفة أما أنا زلط مثل الرز يا للكلب ولا وصلت لها دفعت 3 مليار حتى أصل إلى هذا المكان الطاهر ابتغاء الأجر الأجر طبعا أتمنى أن أنا أحصل على هذا الأجر أنا أكون بجوار الحصين لماذا لا تفكر في مشروعك الخاص؟ لماذا إذا مت أنت إن شاء الله قريبا سيكون ولدي شلوثة هذه ستكون إن شاء الله بعد إذا ما سدينش على هذا هذا إذا ما سدينا شو جلسوا مكانهم أنا إذا أي واحد مننا شيء يموت أنا سأكون وصيتي كربلوني كربلوني وأنا يعملوا لي كربالي أين الدولة التي تحب أن تقام لك فيها كربل في فرنسا جنب إيفل جنب إيفل زلط لا والله أنا شو الزلط ما نشوف هذه المدينة بالذات أسأل الله أن يعجل بزوارك سريعا حتى نزورك مرارا وتكرار. طبعا أنا ما شاموت الله في فرنسا لا بقي متين لمدين واحد يبع لظمة لظمة هناك يا عيفة دلع ما ضلع يا أولاد ما ضلع على عيفلت عليك حفظك الله مولانا وقد نورتنا في هذا الجانب وإن شاء الله سأزور كربلاء كربلي كربلي وسأدفع ما كتب الله سرا وإذا أردت أدفع الآن فإن شاء الله لن وهناك أيضا كربلاء حق كربلي هذا موجودة تقدامي تقدامي كيني كيني كربلي تقدامي 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 كيني كيني كربلي يعني زوروا قبري في كربلاء بأي لغة بلغة الأطفال حق الرسوم المتحركة يا الله تعبتني وتعبت نفسك نرسل وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذا اللقاء عن كربلاء المقدسة العظيمة نورنا وكان ضيفنا كربا في القلب مين كم قد سمعت هذا الأغنية لا والله ولا أنا ولا أسمع الأغاني أنا أبدا اللهم وصلنا إلى أن نمسك القبر كم حسنات نفع الله بعلمك وزادك الله بصيرة نعم وهذا عندما تأتي هذه القبور البعض من السنة يقول أنها بدعة بدعوا والله رعشك لو قد تدروا أش منها من حياة الله لا تفعلوا قبر في كل منعطف ولكنكم ما بش عندكم حس تجاري في الحسنات الحسنات وبالذات الذهب الدولارات والجعفرات يا سلام سلم جزاك الله خيرا انا اتمنى ان ازور قبرك واعرف كم المبالغ الذي ستصلك لانك علمك منتشر لا 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 احس انك ستروى طائرة ان شاء الله مشاهدينا الكرام نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه المباركه من قداسة كربلاء وزيارتها وفضلها والإنفاق في على هذه زيارة هذه الأماكن المقدسة نشكر عالمنا ونشكر مولانا العالم الجليل ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في أمان الله.